طيب دعونا نلقي نظره على الصوره التاليه التي لدينا ونشاهد ايضا ما تم الاعلان عنه من قبل الاعلام القطري عن ان هناك زياره مرتقبه في الايام المقبله لرئيس اردوغان اردوغان الى الدوحه الشهر المقبل بالمناسبه هي ستكون في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر يعني بعد ايام قليله من اجل توقيع اتفاقيات مهمه للغايه تعلموا بان هناك علاقات اخويه قويه للغايه بين كل من الأمير تميم ورئيس التركي رجب طيب أردوغان وكانت تلك اللقاءات في وقت سابق أيضا في العاصمة القطرية الدوحة والدوحة الآن تنتظر أردوغان من أجل توقيع تلك الاتفاقيات المشتركة بين كلا البلدين دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية كي تعلموا حجم الروابط الوثيقة والقوية بين القيادات التركية القطرية وايضا بين الشعبين التركي والقطري. امام حضراتكم قطعا حالة من الود والمحبة اتت ايضا بعد وقوف الدولة التركية بجانب دولة قطر في ازمتها، والان بلا شك الدور على الدوحة من اجل ان تقف بجانب شقيقتها الكبرى تركيا في تلك الازمة الاقتصادية التي تواجهها. لذلك يعول كثير من أبناء العالم الإسلامي على تلك الرابطة القوية التي تجمع بين كل من الرئيس أردوغان والأميرة تميم